كان عندي ضغط وهدوء. تمام ممكن. آخر مرة صرفت العلاج بتاعك أنت. كنت ماشي مع الدكتور بره، جاي من دلوقتي عايز تاخد العلاج من هنا. تخفيف كويس أوي، أنت منين؟ طب أنت ما تعرفيش خالص إن في علاج نفس الدولة والحاجات ديت، ولا دي أول مرة؟ أول مرة. تمام. عايز برضه تبلغي أهالينا وأمهاتنا وأبهاتنا الموجودين في البلد. يعني الدولة من يكون فيها العلاج الأمراض المزمنة، كل علاج الضغط والسكر وخشونة العظام، الأمراض التنفسية، البطن، الكبد، كل الحاجات دي، بدل ما بتشتري كل شهر حضرتك العلاج بتاعك من بره من الصيدلية، الدولة موفراك.